طبعا القناطر الخيريه هي المتنزه الاول في عيد الربيع او شم النسيم عند المصريين كلهم. خلينا نشوف زميلنا كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر، اللي شهد الاقبال الكبير من المواطنين على كل الحدائق وكل المتنزهات الموجوده في القناطر الخيريه. صباح الخير يا كريم، قول لنا ايه اللي عندك. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا منى، صباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر. كل سنة والشعب المصري كله طيب وبخير، دايما يا رب متجمعين في الأعياد ودايما بنحتفل بالأعياد بطرقنا الخاصة وبأماكننا الخاصة المختلفة. وزي ما قلت يا مصطفى، فعلا القناطر الخيرية من أهم المناطق اللي دايما المصريين بيحتفلوا بيها في الأعياد المختلفة الحقيقة، مش بس شم النسيم. يمكن القناطر الخيرية ليها طابع خاص وسمة خاصة عند المصريين من زمان جدا، من ساعة ما القناطر الخيرية تم إنشاء 1840، كان هدفها يمكن في الأول هو نقل مياه النيل للأراضي الزراعية المختلفة، لكن إحنا دايماً الشعب المصري الحقيقة لازم يبقى ليه يعني الطابع الخاص، وزي ما بيقولوا كده باللغة العامية التاتش بتاعه، فلازم دايماً ندور على الجمال في المواضيع، ندور على الجمال حوالينا، فقررنا إن وجودنا على النيل في حد ذاته يكون نزهة مختلفة، يكون نزهة ترفيهية في جميع الأعياد، ويمكن القناطر الخيرية مش بس بتقتصر على فكرة نقل النيل، لكن كمان من ساعة ما الفكرة دي تبلورت، فكرة إن الناس ممكن تخرج وتتفسح في النيل وتتفسح حوالين النيل، جت فكرة إنشاء الحدائق المختلفة. بنتكلم على القناطر الخيرية، بنتكلم على تقريبا ما يقرب من 10 حدائق مختلفة بمساحات مختلفة جدا لجميع المواطنين، بتفتح أبوابها دايما يوميا من الصبح لحد بليل. أكيد بتختلف طبعا كل حديقة للتانية، بتختلف من مواعيدها، بتختلف لأنشطتها، لكن عشان نتكلم أكتر عن تفاصيل الحدائق دي دلوقتي معايا مهندسة إيمان نصرة، وكيل إدارة ري القناطر. يعني اتفضلي يا فندم، برحب بحضرتك في البداية وبصبح عليكي وكل سنة وحضرتك طيبة وبخير. كلميني يا فندم عن الاستعدادات الخاصة بالقناطر لاستقبال المواطنين في عيد شم النسيم. صباح الخير، شرفتونا. اقول اهم حاجه طبعا، طبعا حضرتك عارف ان احنا قبل كل مناسبه اذا كان عيد او شم النسيم او اي حاجه بنعمل استعدادات كامله بالنسبه للكهرباء، بالنسبه للاستباكه، بالنسبه لقص المساحات الخضراء، بالنسبه لكل حاجه موجوده في الجنينه، بتبقى متابعه لكل الاعمال الصيانه بالجنينه علشان طبعا الزوار يبقوا ما فيش اي مشكله، ما يبقاش في اي اعاقه لاي متعه ليهم في الجناين. وطبعا زي ما حضرتك شايف الجناين بتبقى على قبه الاستعداد زي ما بيقولوا، فيها كل الاماكن اللي او الحاجات اللي الناس تتمتع بيها. يعني في طبعا عندنا هنا زي ما حضرتك شايف في مكتبه للاطفال يقدروا يقروا فيها، في ممشى هنا، ممشى اللي عايز يركب مراكب يتفسح في فرع دمياط، في طبعا في شلال، في مساحات خضراء، في كافيتيريا، في ملاهي، في جناين طبعا فيها امكانيات تانية وفيها مميزات اكتر موجوده في الجناين التانية اللي مش في، يعني زي ما نقول في متنوع لكل الجناين، كل جنينه فيها لها مميزاتها وكل جنينه فيها اسعار مختلفه. يعني السعر اللي مثلا هنا غاليه شويه ممكن في جنينه ارخص، لكل متناول لكل الفئات بتاع الشعب المصري كله. يمكن احنا كمان دلوقتي هنا في حديقه لؤلؤه الشرق، لؤلؤه الشرق يمكن من اهم الحدائق اللي موجوده هنا، خلينا نتكلم عن مساحتها. وكمان انا ملاحظ حاجه مختلفه فيما يتعلق بنظافه الاماكن، يمكن اهم الحاجات اللي بنتكلم عليها دايما هو ان احنا مش بس نوفر سلات القمامه للمواطنين، عشان لكن كمان ازاي نوجههم انه من اهم الحاجات للاستمتاع بجانب الاستعداد ان احنا نحافظ على جمال الحدائق اللي حوالينا. كلمينا يا فندم عن الاستعدادات الخاصه بالنظافه وتوجيه كمان الاطفال والعائلات للتعامل مع الحاجات. طبعا هي جنينه زي ما حضرتك قلت، جنينه عفله او لؤلؤه الشرق، هي على مساحه 13 فدان، مساحتها تعتبر اكبر جنينه موجوده هنا، وهي فيها انشطه مختلفه كتير عن الجناين الثانيه، تعتبر احسن جنينه على مستوى القناطر. فيها طبعا انت شايف العمال موجودين متواجدين باستمرار طول الفتره، ما احنا بنفتح من اول الساعه 7 لحد الساعه 12 العمال متواجدين. مستوى النظافه زي ما حضرتك شايف سلات الكمامه موجوده في كل مكان، العمال بيشيلوا وبينظفوا اول باول، وفي طبعا الحمامات باستمرار نظيفه، في كل حاجه موجوده، يعني الناس متواجده بكل طول الوقت علشان ما حدش يبقى في مشكله قدامه يعني. كمان من الحاجات المميزة اللي خدنا بالنا منها طبعا التأمين بيبقى موجود دايما في كل الأماكن، خصوصا في الأعياد التأمينات موجودة حوالين الحدائق في الشوارع، لكن يمكن مواعيد الأعياد ممكن تبقى مختلفة عن المواعيد العادية. شايف التأمينات دخلت من بدري، هل تم الاستعداد لده برضو حفاظا على يعني حياة المواطنين لو بعد الشر حصل أي طارئ؟
طبعا في طبعا الاستعدادات، في وزاره الصحه بتجيب عربياتها، في الشرطه مديريه الامن برضو متواجدين معانا باستمرار في الاعياد وفي المناسبات، في الامن الشرطه بتاعت الامن الوزاره نفسه موجود متواجد على البوابه وبيمر على طول بالجنينه لاي طارئ، اي طفل مثلا يبقى فيه مشكله، في اي مشكله لاي حد، احنا كلنا متواجدين بجميع الوزارات، كله بيساعد بعضه في الوقت ده يعني. انا لاحظت فعلا سيارات الاسعاف موجوده هنا في الحديقه، وكمان يعني حمله 100 مليون صحه برضو موجوده، كل حاجه متوفره داخل السيارات المجهزه للتعامل مع كل الحالات والطوارئ، سواء الاطفال، سواء يعني العائلات، سواء الكبار، سواء الصغار. طب يا فندم، عايزين كمان نتكلم على فكره المواعيد، ايه هي المواعيد اللي موجوده دلوقتي لاستقبال المواطنين، وهل بتختلف عن الايام العاديه ولا لا؟ لا، هو زي ما قلت لك المواعيد بتبقى من 7 ل 12 في كل الايام يعني، بس طبعا بتختلف في الشتاء طبعا مش زي الصيف، بيبقى بنقفل بدري شويه ساعه او حاجه عشان اختلاف التوقيت، طبعا بالليل الناس ما بتخرجش قوي في الشتاء، لكن الوقت الساعه 7 ده باستمرار في الصيف والشتاء يعني ان شاء الله، والناس كلها بتبقى متواجده يعني من بدري. ده حقيقه فعلا، من 7 الصبح الناس كانت بتتوافد على الحديقه. طب انا لاحظت نشاطات كمان مختلفه في الحديقه، يعني حضرتك اتكلمتي على المكتبه، هل المكتبه دي اي حد يقدر يخشها ولا بتبقى باسعار زياده على سعر الحديقه؟ متوفر فيها كتب مثلا للاطفال وللكبار ولا للاطفال بس؟ هي طبعا باسعار رمزيه غير تذكره الجنينه، وبتبقى للاطفال، هي فيها كتب كتير، كتب دينيه وكتب قصص اطفال وكتب اللي هي قصص الانبياء، يعني متنوعه للاطفال بكل مراحلهم يعني. كل المراحل موجوده. كمان انا لاحظت ان احنا بنوفر كمان اماكن للاستراحه داخل الجنينه، بيتم صيانه هذه الاماكن بشكل دوري، وكمان لاحظ في عربيات يمكن اللي ليها طبيعه خاصه برضو في شم النسيم، يعني الناس بتيجي تتعود في شم النسيم تجيب البيض وتلونه، اكلات معينه، هل بيسمح دخول الاكلات دي من بره ولا بيبقى في اماكن بتوفر الوجبات الجاهزه ولا الاثنين متاح؟ في طبعا عندنا الكافيتيريا ده مأجر عندنا وموجود كل حاجه موجوده عنده، في ناس برضو بتدخل باللي هي عايزاه، كل واحد بيجيب الاكل اللي هو براحته عشان برضو كل واحد يبقى متناول على قد متناوله يعني، في ناس بتجيب البيض وزي ما شفت في ناس جايبه فسيخ وناس بتاكل رنجه وناس بتشم نسيم براحتهم يعني، كل واحد يجيب اللي هو عايزه، احنا ما بنمنعش حد يعني، مشروبات، اكل، اي حاجه يقدروا يدخلوا بيها. هو ده حقيقة، كمان يمكن شم النسيم عشان ليه طابع خاص للمصريين زي ما بنتكلم دايما، فكرة الفسيخ والرنجة اللي الناس بتاكله في شم النسيم ليه يعني طبيعة خاصة، وكمان فعلا يمكن احنا بنتكلم، هي عربيات وزارة الصحة عدت من جنبنا ودي دايما على طول بتلف داخل الحدائق وداخل الحديقة دي كمان مخصوص. كمان الحقيقة انه حديقة لؤلؤة الشرق يعني هي يعني على مساحة كبيرة جدا جدا، متوفر فيها اماكن للجلوس للعائلات، متوفر فيها كمان الحقيقة اشجار كبيرة جدا واشجار عملاقة، ويمكن ده من مميزات هذه الحديقة، بتبص كمان على فرع القناطر وفرع النيل مباشرة، وده الفرع الخاص بدمياط، إذا كان طبعا مهندس إمام ممكن تأكد لنا المعلومة دي. طب يا ترى هل ممكن يسمح بنشاطات للصيد مثلا على فرع النيل اللي موجود هنا؟ احنا طبعا زي ما حضرتك قلت على فرع دمياط، في ناس كتير بتصطاد وبيجيب بالصناره وتصطاد، وفي مراكب تقدر تركب تتفسح اذا كانت نزهه عاديه او تنزل تصطاد براحتك، فيعني كل حاجه موجوده يعني اللي عايز يتفسح. وزي ما حضرتك ذكرت برضو الاشجار، في اشجار كتيره موجوده هنا، وفي اشجار يعني عدت ال 150 سنه زي شجره التين البنغالي دي، ايام محمد علي هو اللي دخلها مصر، شجره مش هتلاقيها الا في القناطر يعني، عمرها تقريبا اكتر من 150 سنه. 150 سنة موجود هنا شجر في المكان ده، هو محمد علي فعلا كان ليه يعني دور مهم جدا سواء في القناطر او حتى تجهيز حدائق والشجر. دخل نوع الشجر دي بالذات مصر ومتواجد كتير في القناطر يعني الشجر دي. التين البنغالي. التين البنغالي اللي هي دي لو الكاميرا ممكن تجيبها. وبلاحظ الجسور بتبقى نازلة على الأرض المهندسة. الشجرة نفسها بترجع تدق في الأرض تاني وبتطلع بذور جدري من فرع الشجرة نفسه. بيرجع تاني للأرض ويظهر يرجع الدورة تاني للشجر. شكرا جزيلا مهندسة إيمان على المعلومات الوافية دي، وطولنا عليك، شكرا جزيلا لحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة وبخير. وزي ما شفنا كده يعني الحقيقة إنه الاستعدادات الخاصة بالحدائق دايما مش بس كمان مقتصرة على شم النسيم، ولكن في الأعياد عامة، سواء كان زي ما المهندسة إيمان كانت بتتكلم معانا دلوقتي، إما الجزء الخاص بالصيانة الدورية، إما الجزء الخاص بأماكن الجلوس، إما الجزء الخاص بالتأمينات الشرطية، الجزء
الخاص بوزارة الصحة وتضامن وتضافر مجهودات الوزارات المختلفة علشان الحقيقة ان هي توفر على المواطنين وتسهل عليهم امورهم بشكل عام في ايام الفسحة. كان من حظنا كشعب مصري الحقيقة المرة دي مش بس توافق وجود الصوم الكبير وشهر رمضان سويا، كمان الاعياد الحقيقه وفدت ورا بعضها، سواء كان العيد الصغير بعيد الفطر وبعدها على طول عيد العمال وعيد القيامه وشم النسيم. يعني ربنا طبعا يجعل حياتنا كلها اعياد، ولكن ده كمان مؤشر على قد ايه الشعب المصري بيحب دايما يكون متواجد داخل حدائق ويحتفل بالاعياد المختلفه. خليني كمان اقول لكم الصوره بشكل عام في القناطر، مش بس في حديقه لؤلؤه الشرق اللي انا متواجد فيها دلوقتي، لكن حقيقه مجرد ما دخلنا الحقيقه القناطر الخيريه واحنا بنتحرك بالعربيه بدأنا نرصد الشوارع ونرصد الناس وهي نازله بتحتفل بالعيد، العائلات نازله بتتحرك سوا، اللي بيتحرك بالبوصلات، اللي بيتحرك بعربيته، اللي بيروح يقابل صحابه، اتحركوا على الحدائق، وفي ناس تطلع تقف على الكورنيش، تقف على الكورنيش وتمارس الهوايات الطبيعيه والممارسات الطبيعيه على الكورنيش، اللي بياكل الذره، اللي بياكل الزلابيا، اللي بياكل ايس كريم. الحقيقه ان كل النشاطات متواجده هنا في القناطر الخيريه. كمان الحقيقه يمكن من الحاجات المميزه جدا في القناطر الخيريه ان هي مش بس بتعتمد على اماكن ترفيهيه، لكن كمان ممكن تبقى اماكن للتاريخ، زي ما كنا بنتكلم على المهندسه ايمان انه مين اللي بنى القناطر، وفر فيها ايه للناس. بتكلم على شجر يعني معمر اكتر من 150 سنه، شجر مختلف ممكن الناس تيجي تزوره مخصوص. الحقيقه ممكن كمان ده يفتح ابواب كبيره جدا ان هي ما تبقاش مكان ترفيهي بس، لكن كمان مكان تعليمي يتعلموا بيه حاجه متعلقه بالبيئه. كمان بنتكلم على الفتره اللي فاتت الاهتمام بشكل عام بالتغيرات المناخيه ونشر الزرع في كل حته، كمان الحدائق دي منتشره الاهتمام بالزرع طول الوقت. يمكن احنا رصدنا هنا في الحديقه والحدائق اللي حواليها الحقيقه الاهتمام بالزرع كويس جدا، مش بس في حديقه لؤلؤه الشرق لكن في كمان الحدائق الثانيه. كمان الحقيقه انه القناطر الخيريه مش بس تعتمد على الترفيه، لكن جنب انه هي على فرع دماغ زي ما كنا بنقول وبتنقل النيل للأراضي الزراعية، الأراضي الزراعية كبيرة بمساحتها كبيرة جدا هنا في القناطر الخيرية. نقطة كمان مهمة جدا وأنا بتكلم مع الأهالي عن أهمية الحقيقة اليوم ده بالنسبة لهم، كل واحد كان ليه وجهة نظر. في عائلات كانت بتتكلم على إنه ده يوم بنفصل بيه من ضغوطات الحياة، في ناس بتتكلم على إن هم بيستنوا شم النسيم مخصوص علشان ينزلوا ويخرجوا سوا، إما زي ما كنا بنتكلم يجيبوا البيض ويلونوا سوا أو ياكلوا الأكلات الخاصة بينا. لكن كمان في نقطة مهمة جدا الحقيقة في شم النسيم، وهي فكرة إن هو عيد مصري أصيل من الحضارة المصرية القديمة، ما زلنا بنستمر ونحافظ على الهوية المصرية، الهوية المصرية الثقافية والاجتماعية وكل أنواع الهوية المصرية لازم دايما نحافظ عليها، وجزء منها وجزء من تاريخنا هي فكرة الاحتفال بالأعياد ومنها عيد شم النسيم. والآن برجع لكم مرة تانية. شكرا لك كريم بيبرس زميلنا، عملت لنا كده يعني توصيف شافي لكل ما يحدث عندك في القناطر الخيرية. كل سنة وانت طيب وبألف صحة وخير.